النهارده عايزين نناقش فكرة الشخصية الاعتمادية، الشخص اللي بيعتمد على غيره، اللي ما يعرفش يعمل حاجة، اللي مش مسؤول. أحيانا يعني بيتقال إنه في رأيين للست، يعني كنصيحة للست، إن هي لازم تبقى اعتمادية، تعتمد كليا وجزئيا على جوزها، وإنه جوزها هو اللي يعمل كل حاجة. في ستات فعلا عايشين كده، ما تعرفش تنزل، ما تعرفش تسوق، ما تعرفش تودي، ما تعرفش تجيب، ما تعرفش تعمل مشاوير، لا انا مستنيه جوزي هو اللي هيجي يوديني، لا انا ما بعرفش يعني اعمل ورق، اخلص حاجه، لا المدارس مش انا، لا كله لازم جوزي هو اللي يعمل. وفي ناس تقول لها يا بختك، ده انت كده مش شايله هم حاجه خالص، ده زي الفل، احنا مش مطلوب مني غير كده، واللي يلاقي دلع وما يتدلعش، التعليقات يعني مكتوبه عندي كده. في رأي تاني بقى يقول لها لا، حتى لو جوزك كويس وسامح لك يعني ومديك المساحة الدلع دي، وانك تقعدي في البيت وهو اللي يعمل كل حاجة وهو اللي شايل كل حاجة، انتي يعني مش متخيلة ممكن يحصل لك ايه لو لا قدر الله الراجل المحترم الكويس ده ما بقاش موجود في حياتك، يعني حصل اي حاجة وفجأة بقيتي لوحدك، هتعملي ايه؟ يعني ده ما تعرفش مكان ابسط حاجه ما تعرفش تعملها، فهتعملي ايه؟ فانت لازم تتعودي طول عمرك انك يعني ايه تتحملي مسؤوليتك، جوزك موجود مش موجود انت تقدري تتحملي مسؤوليتك لوحدك. طبعا خير الامور الوسط، وانه احنا علينا حاجات وهم عليهم حاجات، كل ده مهم، لكن خلوني اسال مروه الصعيدي عن الشخصيه الاعتماديه، الشخصيه اللي جايه انا معتمده ان في حد بيعمل لي كل حاجه، الشخصيه دي احسن ولا الشخصيه اللي لا انا اللي بعمل كل حاجه ومش مستنيه حد يعمل لي حاجه احسن؟ الاول ازيك يا دعاء؟ اهلا يا مروه، اهلا بيك يا حبيبتي. بصي، هي الاعتماديه كاضطراب نفسي هي مشكله كبيره، تمام؟ بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ايه؟ انه الشخص اللي جاي عنده اعتماديه لان هو عنده مشكله نفسيه، ودي جايه من ايام الكير جيفر، من ايام ما كان في بيت ابوه وامه، وبيكبر بيبقى شخص اعتمادي، ده بيبقى عنده مشكله لانه دايما بيحتاج للطرف الاخر. زي ما انتي قلتي بالظبط يا دعاء، هو ما بيعرفش يشيل المسؤوليه اللي عليه، ما بيعرفش ياخد قرار، ما بيعرفش هو عايز يعمل ايه، بيعتمد دايما على انه انا مستني الناس تعمل لي والناس تسقف لي. طب هو بيعمل ايه؟ هو بيدي كتير جدا وبيضحي كتير جدا في مقابل انه يفضل الشخص اللي بيعمل لي كل حاجه ده موجود. طيب لو الشخص ده مشي او سابني، تمام، بيحصل لي مشكلة أكبر، بتدخلني في مشكلة نفسية أكبر، وهي مشكلة التعلق بقى. تمام، انت ممكن تبقي متعلقة باللي قدامك مش عشان هو بني آدم كويس، لا، علشان هو بيسدد لي احتياجاتي، هو بيعرف يعمل لي الحاجات اللي أنا ما بعرفش أعملها. فزي ما انت قلتي بالظبط، تمام، أنهي الأحسن؟ الأحسن إن أنا أكون متحمل قدر مسؤوليتي، عارف انا بدي ايه وباخد ايه، يعني ما بقاش بدي بس وما بقاش باخد بس، لانه على فكره هو زي ما في شخص اعتمادي في شخص اعتمادي عكسي. الشخص الاعتمادي العكسي ده بيكون شخص برضه عنده اضطراب، بيكون شخص مسيطر جدا، انا مش فارق معايا الناس بس هو محتاج للناس، انا باخد بس، انا باخد طول الوقت، انا عايزك تلبي لي رغباتي طول الوقت وابقى مسيطر عليكي عشان ما تحاوليش تهربي او تمشي. تمام، فدول يعني هو يعمل كل حاجة في مقابل السيطرة. السيطرة ليه؟ لأن أنت بتسددي له احتياج آخر، فدايما هتلاقي الشخصية الاعتمادية مرتبطة بشخصية اعتمادية عكسية، لأن هو عايز ياخد بس والتاني ما بيعرفش يعمل حاجة غير أنه يدي بس. طيب أنهي الصح؟ الصح أن أنا أبقى في المدرك، أبقى متوازن نفسيا. أبسط حاجة يا دعاء في الشخصية الاعتمادية، أما تيجي تسأليهم مثلا، حد يحب يسأل نفسه هو أنا شخصية اعتمادية ولا لأ، تسأليه انت بتعرف تقول لا؟ انت بتعرف تثق في نفسك من غير اللي قدامك ما يسقف لك ويقول لك برافو عليك؟ انت عارف تاخد زي ما بتدي؟ يعني انا مثلا بحب حد جدا، تمام، ما بقولوش على حاجه لا، بعمله كل اللي هو عايزه، بديله كل حقوقه، بس انا نسيت ايه هي الواجبات اللي عليه، انا بقى في المقابل ايه الواجبات اللي عليك المفروض تديها لي؟ تمام، حلو جدا ان الراجل يكون عنده القوامة وبيعرف يعمل كل ده.
بس الزوجة بقى تسأل نفسها السؤال اللي انت سألتيه، لو هو فجأة مش موجود هتعملي ايه؟ هتنهار نفسيا زيادة. هتنهار نفسيا زيادة. طب لا، وكل المسؤوليات اللي شالتها من على كاهلها وارتاحت قوي في حياتها هتضاعف أضعاف مضاعفة لو لا قدر الله جرى له حاجة، لأن هي فجأة هتلاقي نفسها من واحدة مدللة رايقة هو اللي شايل الليلة بالمصاريف بالبتاع، لواحدة مواجهة بأنها لازم تعمل دوره ودورها اللي هي ما كانتش بتعمله قبل كده. بالظبط كده. فيا تفشل يا تنجح. ولو دخلت في علاقة تانية هيتكرر عندها نفس الباترن، هتدخل في نفس العلاقة.